عشيري عطيت انا بغيت نفتح شي جروب ما عرفتش شنو نسميه ندير اش بان ليك؟ وسهلا صديقي وليد انت انت خد اي سميه زيد لها فاميلي في الاخر انت نطلع جروب. السلام عليكم. لي جروب فيسبوك. الجروب فيسبوك كان هو اول اوتي كيتوضع في هذا الموقع من بعد لي بروفيل، وكان الغرض من هاد لي جروب هو اننا نجمعوا واحد المجموعه ديال الاشخاص في مكان واحد ويشكلوا واحد الكوميونيتي، هكذا يقدروا يتبادلوا النقاش حول واحد الموضوع معين، يقدروا يجتمعوا على نفس الاهتمام او تكون عندهم واحد المبادره معينه. مؤخرا في الانترنت المغربي ظهروا واحد المجموعه ديال الجروبات السريه واللي خلقت البوز وخلات كلشي يتكلم عليها، مثلا جروب هيروشيما واحد وجوج، كاين الجروب ديال سبارتا، كاين الجروب ديال ناغازاكي، وحتى الجروب ديال تسونامي وجروبات اخرى. هاد الجروبات كلها اللي معروفه بحاجه وحدة انه فيها غير الدراري وما كيدخلوش البنات، وهذا الشيء الا قبلوك بعدا. You know what? I'm not fucking leaving. في هاد الجروبات كاع الاعضاء عندهم الحق ديال النقاش وديال التفاعل. في اغلبيه هاد الجروبات الاعضاء كتكون عندهم نفس التصويره تقريبا باللوغو ديال الجروب، وكلهم في تصويره البروفيل عندهم اللحيه. ما فهمتش علاش داعش مثلا. كاش هذيك الحياه وليتي مع داعش ولا اه؟ لا 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 وليد، عاد دخلت مع واحد الجروب فيسبوك وما عنديش معاك فوتوشوب وانا ندير هاد اللحيه. ثم ان هاد الجروب كيتميزوا بانهم كيتكلموا بدي كود هما بوحدهم اللي كيفهموهم، يعني الا دخل معاهم شي واحد ما يفهمهمش علاش كيهضروا. يا السلامه وليدي. اه الواليده شتق خاصك بلاد واخربر خرشوا بكا خلوا لغت ثم سيري قول هذا. وفات الجروبات فيسبوك السريه كتكون واحد التراتبيه معروفه، كاين الادمين الكبير هو البيج بوس، وكاين تحته واحد المجموعه ديال الادمينات اللي كيعاونوا في المهام ديالو، ثم كاين تحتهم واحد المسؤولين ديال المدن اللي كيمثلوا جميع الاعضاء ديال كل مدينه، وتحت المسؤولين كاينين الاعضاء ديال الجروب اللي كتبدل سميتهم من الجروب الاخر، مثلا الجنود، القروش، الساموراي الى اخره. والدور ديال الادمينات في هاد لي جروب كيكون دور محوري، وهو اللي كيقوم بفتح النقاشات وكيقوم بالعمليه ديال المضيغات. واهم دور عند الادمينات هما انهم كيختاروا شكون اللي غادي يبقى في الجروب وشكون اللي غادي يتطرد من بعد، يعني كيديروا واحد العمليه كيكرهوها جميع الاعضاء واللي كيسميوها ب تغربيل. ناري اليوم كاين تغربيل خصني نتفاعل 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 يلا بوست 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 بوست. هادشي علاش خاصك تكون عضو نشيط وكيتفاعل بزاف في الجروب، لان الادمينات كيكرهوا واحد النوع ديال الاعضاء واللي كيسميوه ب الاصنام. واغلب الجروبات كتبقى النقاشات ديالها سريه علاش كل اسره. هادشي علاش كاينين شي جروبات ما كيقبلوش اي تواحد، بل كيطلبوا منك لاكارت ناسيونال وكيطلبوا منك اوديو وكيزيدوا يديروا عليك لونكيت. اجي انت فين غادي؟ ها لا الواليد غادي غير نمشي نصاوب لاكارت ناسيونال ونجي. واخا كون نبغيك اوليدي واش مع راسك عندك الباك هاد العام؟ لا الواليد غير دخلت مع واحد الجروب فيسبوك وطلبينها ليا. هي يا سيدي الدار الحمراء صافي هو اللي ما عندوش لاكارت ناسيونال كيفاش غايديروا معاه؟ اخويا عندنا غير لاكارت ديال راميد ما تقبلوناش زعما في الجروب. ولكن اللي جميل في هاد الجروبات ولا الانشطه ديالهم متنوعه، بل ما كيقتصروش فقط على العالم الافتراضي، بل كيعملوا دي ميتين في الاغلبيه ديال مدن المغرب وبشكل دوري. الغرض من هاد لي ميتينغ هو ان الاعضاء يتلاقاو بشكل شخصي، ما عندنا فرصه باش انهم يدخلوا اعضاء جداد او انهم يشريوا التيشيرتات ديال الجروب، ثم في بعض الاحيان كيديروا حتى اعمال خيريه. غير ما ننساوش واحد المساله، هو انه كيما الدراري عندهم جروبات بريفي ديالهم، حتى البنات عندهم جروبات ديالهم، غير ان هاد الجروبات ديال البنات كيختلفوا شي شويه، لان الاغلبيه ديالهم كيتناقشوا فيهم مواضيع عندها علاقه بالبنات. من اشهر هاد لي جروب 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 جيرلز اونلي، واشهرهم جروب اونجي سالو. هاد الجروب اللي خرج على بزاف ديال العلاقات، لان البرانسيب ديال هاد الجروب هو ان البنات كيحطوا تصاور ديال الدراري وكيطلبوا من جميع البنات انهم يعطيوهم اسرار على هاد الشخص، وتما كيبداو الفضائح. والكود ديال هاد الجروب ان اي بنت فاش كتبغي تطرح شي سؤال خصها تكتب اس او اس البنات. البنات بغيت نسولكم على الحبيبه ديالي، شحال هادي ما بانت في الفيسبوك، واش اونج ولا سالو؟ واش غادي نقول لكم خنوا لاغيت واقولوا بازو صافي تلاقاو بحق جاي ان شاء الله.